أنا دكتور محمد حسين عبد الباري، استشاري الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة حلوان. إحنا هنا في مؤتمر البارس سنة 2017 اللي بتستضيفه مكتبة اسكندرية. الحقيقة أنا أحب أوجه لزملائي في طب الغدد والجراحة، الحقيقة إن إحنا بنحاول إن إحنا نهايلايت موضوع الغدة الدرقية والعقد بتاعة الغدة الدرقية، وإزاي إن تطور جدا جدا علاجها من العلاج الجراحي فقط إلى العلاج بالتردد الحراري اللي هو يعتبر بديل للجراحة في العقد الحميدة في الأساس. فبدعو زملائي إن هم يعني باستمرار يعملوا فحص دوري بالموجات فوق الصوتية لمرضاهم، وبعدين لو شايف إن العقدة بالكريتيريا أو بالخصائص بتاعة الموجات فوق الصوتية هي عقدة حميدة، ودي حاجة إحنا نقدر نعرفها كأشعة تشخيصية، نقدر إن إحنا نوجه هذا المريض إلى إن هو يعمل العلاج بالتردد الحراري، وده الحقيقة أفضل كتير قوي من الجراحة، ومضاعفاته لا تكاد تذكر، يعني بمجرد بعض الألم أو التضخم في مكان الكي الحراري. هذا هو، شكرا جزيلا لحضراتكم.